I think the message is I've paid my school fees. بص هو السؤال بس، وكان الاستاذ محمد بيسال بيقول له انت عملت موسم كبير في خلال 10 شهور اقل من سنه، حققت القاب كانت غايبه عن النادي الاهلي زي الكاس السوبر وزي كاس مصر وزي افريقيا مرتين افريقيا وزي ميداليه برونزيه لكاس العالم للانديه. ايه رسالتك للنادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي دايما في ظهرك ودايما بتدعمك وعملت ملحمه زي حتى عميل حياتك ادويه ملحمه في حب النادي وفي حب اللاعبين والفريق والجهاز؟ فهو بيرد بيقول انا اتعلمت دفعت مصاريف الدراسيه، بمعنى انا اتعلمت دفعت ثمن التعليم يعني. I came naive and not knowing what is happening. وصلت ساذج مصر وكنتش عارف ايه اللي بيحصل. Not understanding the dowry. ما كنتش فاهم ايه الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافه اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجات كتيره ما كنتش فاهمها لما جيت. I just came for football. جيت بس لكره القدم. But I realized that it's more than football. بس عرفت الموضوع، اتاكدت الموضوع اكبر من كره قدم. But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا انا ارتكبت اخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small two-year-old, you can just cross the street. بيقول انا ارتكبت اخطاء، بس ارتكبت اخطاء عن جهاله، انا كنتش عارف، عن جهل يعني، ما كنتش عارف زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبقى يعدي الشارع وهو مش عارف، ما عندوش معرفه لسه. But somebody posted a lot of pictures, six pictures on the social media, and I saw myself in those six pictures. هو في حد حط على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي ست صور وهو شاف نفسه في الست صور زي ما هو بيرفع الكؤوس وال and yes I understand the spirit of Ali. افكر افهم دي ايه فتره النادي الاهلي فعلا. The spirit of Al Ahly is to win. ودي روح دي روح شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي انك بتكسب كل حاجه. And then out of six we got five. ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسه. Yes, we could have done better. كان ممكن نعمل أفضل طبعا. But when you play 19 games in 53 days and every game every 3 days. لو كنت تلعب 19 ماتش في 53 يوم وكل ماتش كل 3 أيام تلعب مباراة. And we had our opposition resting for maybe for a month. والمنافسين بتوعك بيقعدوا كده قاعد منافس قاعد منافس بتاعك قاعد مستريح حوالي شهر. We went to Kinshasa. هتلاقينا رحنا كينشاسا. We went to Tunis. والتونس. We went to Pretoria. ورحنا بريتوريا سيتي. We went to Qatar. ورحنا قطر. We went to Qatar. ورحنا قطر تاني. We spent 14 days in Qatar. قعدنا 14 يوم قضيناهم في قطر عشان نلعب. We spent 7 days in Qatar. وقعدنا 7 ايام بعد كده تاني عشان الكاس السوبر هناك. And we had 6 players in the Olympic Games. وعندنا 6 لاعبين بيلعبوا مع المنتخب الأولمبي في دولة الألعاب الأولمبية. At the moment I think we've got about 7 players in the senior national team. في الوقت برضو عندنا 3-7 لعيبة في المنتخب الوطني الأول. My boys have been to Kenya, to Togo. كينيا وتوجو وروح كل حتة. لعيبتي بيروحوا مع المنتخبات الوطنية في أماكن مختلفة في كينيا وفي توجو. And you get what you got. In the 11 months. ومع ذلك في خلال 11 شهر حققنا اللي احنا حققناه ده. If you're not happy, you are ungrateful to God, to what God gave you. لو انت بتبقاش سعيد يبقى انت جاحد على اللي ربنا اداهولك، يبقى انت مش شاكر ربنا على النعمه اللي اداها لك. And my boys are finished, they're tired. ولاعيبتي خلاص بدنيا خلصت تعبانين جدا مرهقين جدا. And that's why today we gave them the rest. عشان كده النهارده اديناهم راحه في المباراه. لعيبه المنتخب الوطني اللعيبه الدوليين اديناهم راحه ما لعبوش. They can have 4 days. على الاقل حتى ياخدوا 4 ايام. They are back. Then tomorrow, day after tomorrow in the national team. بكره يرجعوا بعد بكره يرجعوا للمنتخبات الوطنيه مختلفه. So that's why they're not yet. عشان كده مش موجودين اداهم راحه حتى يستريحوا. The 4 days after. دول 4 ايام الماتش الاخير، 4 ايام دول بس يا دوب يريحوا فيهم قبل ما يروحوا المنتخبات. Because when they come back from the national team. عشان ما يرجعوا سواء لعيبه مصير المنتخب الوطني المصري او لعيبه تانيين المنتخبات الثانيه. The case starts. لما يرجعوا هيرجعوا على بدايه ماتشات الكاس. And then. كاس مصر. And then some other people will be resting again. ويمكن بعض لعيبه ثانيه هتريح ثاني. We have to catch up. لازم نعوض طبعا، لازم نعوض. But we're not complaining. لكن احنا طبعا مش بنشتكي من حاجه. The Ali supporters have
have given us the power. جماهير النادي الاهلي بتدينا الطاقه والقوه. I've seen and I've heard from my feedback to say that yes, they are a little bit hurt like we are all hurt. طبعا سمعت ان هم طبعا اكيد متالمين ومتضايقين طبعا انهم احنا خسرنا الدوري زي ما احنا برضه متضايقين ان احنا خسرنا الدوري. But sometimes in life God says you need to come back and fight for something. احيانا ربنا بيدينا كده دروس في الحياه ان انت لازم ترجع تاني وتقاتل من اجل حاجه. Because maybe if you got everything يمكن لو كنا حققنا كل حاجه then you would have nothing to fight for. ما كانش عندنا حاجه نقاتل من اجلها تاني. But we say to them they supported us. لكن هما بيدعمونا وبيشجعونا. I have not seen them. طبعا للاسف انا شفتهمش بنلعب من غير جماهير. But I can hear them on the streets. لكن بسمعهم في الشوارع لما اجي في الشارع باجي انزل. And they'll be there for us. موجودين على طول معانا. Next year. السنة الجاية إن شاء الله. والله we'll be much better team. إن شاء الله بيقسم بيقول والله هكون أفضل بكل فرقة أفضل. Because I'll be a little bit smarter. هكون أذكى شوية. I'll understand the league. فهمنا الدوري نظام الدوري ماشي ازاي. And we are putting in a few players. وأضفنا بعض لاعبين تانيين جداد. To strengthen the team. عشان نقوي الفريق. And we'll be better. وإن شاء الله هيبقى أفضل بإذن الله. And I want to say to them thank them for the support. وعايز أقول لجميع أهلي بشكركم للدعم. I'm going home tomorrow. أنا أرجع بكرة بلدي أرجع. I've never been more than 3 days at home. أنا عمري ما رجعت بلدي أكتر من 3 أيام. In 11 months. من 11 شهر لغاية ما جيت عمري ما رجعت بلدي أكتر من 3 أيام. And I'm going back for 4.5 days. هرجع 4.5 أيام بلدي. And I'm not complaining. وما اشتكيش أبدا. I'm committed to the team. أنا ملتزم على الفريق. Because I'm very 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 hurt. يعني عندي روح about losing. طبعا وبالنسبة للدوري انا حزين جدا 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 ان احنا خسرنا بطولة الدوري. I'm a coach and a winner. I win trophies. انا مدرب وانا فوت بكسب القاب بكسب بطولات. We will be back. وان شاء الله احنا راجعين.